السلام عليكم. كنت قلت باللي المنتدى هذا تاع سان بيترسبورغ ماهوش مدار رؤساء الدول، يعني باستثناء زوجة ثلاثة دول كانوا بكريسي في فلك الاتحاد السوفيتي، باقي ما يجوش رؤساء الدول. ولكن جاء رئيس دولة الإمارات، وعلاش جاء كضيف رئيس؟ هذا يعني ما شفناه في موقع روسيا اليوم. وبوتين تلاقاه ليه، يقول لك ما دارلوش هذه التلصولة كبيرة بور لامبريسيوني، ما تلعبهاش معاهم، نو 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 ما تلعبهاش مع العرب تاع العمايم والو، تفوش باسكو ديرو كذا يجيب لك يديك عقد دوبل قصر. قال كل داق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وتفقد جناح الإمارات في منتدى سان بيترسبورغ، حيث تشارك الإمارات بوصفها الضيف الرئيسي للمنتدى. استغل سي الإمارات قد بطأ شما ضيف رئيسي وعندها جناح، وانت يا عندك مساحة عقارة وجاي ترمي في بيضاتك كامل في السلة تاع الرواسة، تحطك ضيف رئيسي. نعم، قلت بعد ذلك سوف يجري الرئيسان محادثات وفقا لما صرح به مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، حيث سيتم النظر في قضايا تطوير العلاقات الثنائية والمشكلات الدولية والإقليمية الملحة، وستجري المحادثات بين الرئيسين قبل الجلسة العامة للمنتدى مباشرة، حيث سيلقي بوتين خطابا في الجلسة، وبعد ويعقد منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-16 يونيو الجاري. هاي جاو احضر بعد يروحوا يديروا محادثات، بعد يحضر المنتدى بعد يروح. ناس اللي ما جاش نهار من قبل وجاي كذا وزعما السيارة هاك كانش باطا شما كنت عندك مساعة عقرة. قالك حنا نكونوا بوابة، ما قالش حنا نكونوا بوابة روسيا في العالم العربي، ما قالهاش. وتواجد الإمارات في أوروبا كوادي وين يبان؟ تبان الجزائر يا ولدي في قلب الآخر لندن، في ذلك ستاد اسمه الاتحاد سمين على الريال مدريد الآخر على المايو ديالهم هذا كامل. تروح وين تروح؟ يعرفوا واش يديروا بدراهم البترول ديالهم، يعرفوا واش يديروا بدراهم البترول. هذو ما يسرقوش دراهم البترول وما يسرقوش شعوبهم كيما الحرام اللي عندنا حنا، يهضر يعني البترول ودراهم الغاز ما يهضرش عليها، ودراهم الحديد ما يهضرش عليها، ودراهم المنغنيز ما يهضرش عليها، ودراهم الفوسفات ما يهضروش عليها، ودراهم الذهب ما نهضروش عليهم. عندنا 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 خير من الناس كامل، ولكن حنا في يدين عصابة تاع السراقين، عصابة تاع السراقين. شوفوا الآن الموضوع الرئيسي ديالنا، هذا هو نقول الجنان المسقي. هشام عباس، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس، صحابي حر، هشام عباس.